الذي فيه إيماء إشارة إلى العلة على ما لم يكن في الدليل إشارة إلى العلة. نعم. وقص على هذا أمثلة. غالبا كتب الأصول يعني ما يذكرون الأمثلة كثيرة في مرجحات، حتى لو رجعت إلى إرشاد الفحول أو كشف الساتر ما يذكرون الأمثلة كثيرة، يذكرون فقط هذه النقط، ترجيح كذا ترجيح كذا، ترجيح الناقل على الحكم، ترجيح ما يقتضي، بدون ذكر الأمثلة. لكن نقربه ونعطي أمثلة يعني ما يتيسر لنا، وممكن تقيس على كل من ماذا هذا المثال. لو وجدت حديثا ذكر وصف ثم يأتي بعده فاء والحكم، فنقدم هذا على خلاف ذلك. نعم. طبعا لأن وجد بين هذه الأخبار تعارض، إن لم يكن ثمة تعارض فمسرق الجمع هو الأولى لذلك. نعم. طيب، السابع ترجيح ما سبق ما سيق ترجيح ما سيق لبيان الحكم على الدال على الحكم بلفظه من غير أن يساق. خلاصة أن الدليل الذي سياقه دليل أو نص دليل شرعي الذي كان سياقه يدل على الحكم بلفظه، هذا مقدم مرجح من الذي لا يدل السياق على ذلك المراد، على ذلك الحكم. أنا مسيق لبيان الحكم، إذن السياق يدل على بيان الحكم، وجدنا الدليل سياق الدليل. قلنا لو كان السياق يعني غالبا أنه يستفاد من اللفظ، على دل على حكم باللفظه من غير أن يساق. سياق الدليل يدل على مراد، على الحكم، بيان الحكم. نقدم نرجح هذا نوع الدليل من الدليل الذي كان سياقه لا يدل على بيان الحكم. مثاله ترجيح الحنفية أحاديث النهي عن الملامسة والمنابذة، هناك الدليل عام وحل الله البيع وحرم الربا، ففهم الحنفية وحل الله البيع يعني دليل على حل جميع صور البيع، وحل الله بيع، لأن البيع هنا قال جنس، إذن كل جنس البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم وجدوا دليل يدل على النهي من الأحاديث تدل على نهي عن بعض صور البيع، مثل الملامسة والمنابذة. قال هذا السياق الحديث سياقه يدل على بيان الحكم مما لم يوجد في السياق في الآية، الآية لا يدل على سياق الآية لا يدل على تحريم هذه الصور. فيقدمون إلى الحنفية يقدمون الدليل الذي له سياق يدل على مراد الحكم أو بيان الحكم على ما لم يرد بذلك البيان. والبيع الملامسة والمنابذة منهي عنه بنص الحديث. نعم. أنا أسألكم الآن، ما معنى البيع الملامسة؟ ما هو بيع الملامسة والمنابذة؟ أحد يعرف يا إخوة؟ أحدكم يعرف الملامسة من اللمس؟ الملامسة كيف يعني إذا لمسنا إذن لابد أن نشتريها كذا. إيه صحيح، لماذا تضحك يا رفقي؟ فكري ورفقي فكري ذات. إيه صحيح ما قلته، كن واثقا بجوابك. نعم سيد، لو لمسنا مثال اللباس في باعي إذن لابد أن نشتري
أحسن. هذا من نعم. أي صحيح، هذا من أحد تعريفات عند العلماء، يعني العلماء يختلفون في تعريف بيع الملامسة. ارجع إلى هذه المسألة في كتاب البيوع، منهم من يذكر أن العقد يكون بلمس، يعني إذا لمست الثوب أو أي شيء فإن عقد البيع فلا بد أن تشتري، فلا يمكن أن تلغي تتراجع، أو أنه أنت تشتري شيئا بمجرد لمس لا ينعقد، لكن تريد أن تشتري لا يجوز لك أن تنظر، مجرد لمس، يعني كأن اليد في مقام العين، هذا معنى الملامسة. سأبيع لك هذا اللباس، لباس مثلا داخل كيس، لا يجوز أن تفك الكيس، لكن تدخل يدك وتلمس، يعني تعرف جودة القماش من خلال لمسك. الحمد لله. طيب هذا من بيان بيع ملامسة. هناك تقريبا ثلاثة تعريف، مجرد اللمس، ثم إن أقد البيع، ثم يكون البيع عن طريق اللمس، والثالث ماذا قال هنا؟ الثالث هنا قال أينه؟ البائع هو الذي يعرض المبيع على المشتري. قال ثم قال البائع أنا أبيع لك بالثمن كذا، بشرط بشرط لمسك في مقام الرؤية، فلا يجوز لك أن تخطر. يعني له تفاصيل في بيع الملامسة والملامذة، فليس هنا محل بس في هذه المسألة، لكن المراد هنا أن البيع الملامسة منهي عن بنص الحديث. أيضا الملامذة، النبذ هو من الطرح، يطرح الرجل ثوبه، يطرح ثوبه، ثم لو استلمه المشتري يكون هذا عقد البيع بالطرح، بالطرح بإلقاء الثوب. لو قلت لك خذ هذا الثوب مثلا، أنا أطرح لك كذا، أرميك، ألقى هذا الثوب وأنت تستلمه وتأخذه، إذن إن عقد البيع فلا يجوز لك تتراجع. أو يكون البيع بطرح الثوب، فلا يجوز لك أن تختار أو ماذا، لا يجوز لك أن تعرف وصف المبيع إلا إذا طرح، إذا طرح اللباس أو الثوب أو مبيع هذا طرحه البائع فاستلامه، فحينئذ يعني أنت تشتريه. نعم، هذا معنى المنابذة. أو في صورة أخرى أنه يرمون الحصاد، البائع يرمي الحصاد، إذا وقع هذا الحصى في لباس أو أي نوع من المبيعات فإن هذا الذي يشتريه أو يختاره المشتري. هكذا كان في البيوع في الجاهلية، يعني فنهاه الإسلام لوجود ماذا؟ نهى عنه الإسلام لوجود الغرر في هذه البيوع. نعم. طيب، إذن تقديم الحنفية الترجيح هو قال من ضمن هذا النوع. نعم، والحنفية هنا يوافق الجمهور، لكن ما الفرق؟ استدلال، النتيجة واحدة، أن بيع النهي نهي عن من الملامسة والمنابذة مقدم، لكن الفرق ماذا بين الحنفية والجمهور؟ الحنفية ينظرون إلى هذا الجانب، أنه يرجح، أنهم يرجحون ماذا؟ ما يدل سياقه على بيان الحكم على ما لم يدل،
أما الجمهور له طريق آخر، أنهم ينظرون إلى أن هذا الحديث أحاديث التي تدل على النهي عن بعض الصور البيع خاص، وأما الآية وأحل الله البيع وحرم الربا عام، فما القاعدة إذا وجدنا خاص والعام؟ يحمل على الخاص، لا يحمل، يقدم، يرجح، يقدم الخاص على العام، يرجح هذا النقطة الأولى، نوع أول من هذه الأنواع هو ترجيح الخاص على العام. انظر، نتيجة واحدة لكن يختلفون في طريق الاستنباط، طريق الأصل، يعني في كيفية الترجيح. حنفية يرجحون من هذا الجانب ترجيح السياق، ما كان السياق يدل على بيان الحكم. أما الجمهور يرون أن هذا بين العام والخاص، فنقدم الخاص، انتهى الكلام. نعم، الجمهور أسحل هنا في الاستدلال، فقال هنا سنقرأ بعد. طيب، ثم ترجيح الناكل عن حكم الأصل على الموافق لحكم الأصل، ترجيح الناكل عن حكم الأصل على الموافق لحكم الأصل. ما معنى حكم الأصل هنا؟ البراءة، البراءة الأصلية، البراءة الأصلية. لو كان في العبادة الأصل ما هو؟ التحريم، التحريم. لو كان في المعاملة الإباحة. يعني لو كان هناك الدليل ما يتعلق بالعبادة، دليل أن هذا دليل يدل على مشروعية العبادة، فإنه هذا الدليل يقول يدل على مشروعية عبادة معينة مقدم على براءة الأصلية. لماذا؟ لأن هنا أنه ينقل هذا الدليل، ينقل عن حكم الأصل، لأن الدليل يدل على مشروعية والأصل يدل على عدم مشروعية. إذن هذا الذي ينقل عن حكم الأصل مقدم على الموافق لحكم الأصل، على الموافق للبراءة الأصلية. هنا تحريم العبادة. إذا ورد نص، ورد نص مثلا أو دليل يدل على وجوب الصلاة السادسة، ثم براءة الأصلية تدل على عدم مشروعية الصلاة السادسة، فأيهما نقدم؟ براءة الأصلية. براءة أصلية؟ لا، كيف؟ دليل الوارد. دليل سيد. نقدم الدليل الذي يدل على وجود مشروعية الصلاة السادسة، قلنا هذا افتراضي. لو وجدنا الدليل مثلا يدل على مشروعية الصلاة السادسة، نقدم هذا الدليل. لو كان الناقل عن حكم الأصل، حكم الأصل هو الإباحة، والناقل التحريم. الأصل في المعاملة مثلا الإباحة، يعني بيع الذهب بالتقسيط، الأصل مباح، قال لأنه يجوز بيعه الذهب وإن كان بالتقسيط أو نقدا. ثم وجدنا دليل يدل على تحريم ذلك، لأن الذهب من أموال الربوية، من أصناف الربوية، فلا يجوز فيها التأخير، فأيهما نقدم؟ نقدم الناقل عن حكم الأصل، الناقل عن حكم الأصل. مثل هذا القس على هذه الأمثلة. نعم، مثال هنا ترجيح حديث تحريم الحمر الأهلية. يعني حمر أهلية، تعرفون حمر أهلية بخلاف الحمر الوحشية. الحمر أهلية زبرة، صح. سن. ورد الدليل على تحريمه، وفي الأصل في أكل اللحم حكم الأصل في الأكل ما هو؟ الإباحة، صح. نعم، والتي فيها إباحته، وهناك الدليل يدل على إباحة، والدليل يدل على تحريم، فنقدم الدليل الذي يدل على تحريم
لأنه هو الناقل عن حكم الأصل، والأصل هو إباحة عقل، إباحة عقل هذا شيء، لأن في الأصل العقل هو مباح، عقل لحم الحمر. نعم. فهكذا مثال لو كان نقل أن المباح، وجاءت لو كان الأصل هو تحريم ثم جاء إباحة نقدم الإباحة، لو كان الأصل هو الإباحة وجاء التحريم فنقدم التحريم. نعم. وهذه نقطة يعني متقاربة متشابهة بنقطة تاسعة أو النوع التاسع، وهو ترجيح ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الإباحة. لو كان عندنا دليل، هذا دليل يدل على إباحة، والدليل الثاني يدل على تحريم. هذا الفرق ماذا؟ الأصل في مثال الثامن أو في نوع الثامن قلنا البراءة الأصلية، وبراءة أصلية قد يكون براءة أصلية قد تكون على تحريم، قد تكون على الإباحة. لكن كلامنا في النوع التاسع الآن هو دليل يقتدي، يعني بمدلوله يقتدي، ليس مبني على براءة أصلية، إنما هذا مدلوله، هذا الدليل مدلوله يدل على الإباحة والثاني يدل على تحريم، فنرجح ما يقتضي التحريم أو حظر على ما يقتضي الإباحة. لماذا؟ لأنه أحوط، قال هنا لأنه أحوط، ولقوله النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. وممكن مثال ما سبق لنا في تحريم الحمر أهلية، فإن التحريم مقدم محظر من الإباحة. أيضا في تحريم نكاح المطع، تحريم أحاديث ترجيع أحاديث تحريم نكاح المطع، ورد بعض الروايات تدل على إباحة، وهذا كان قبل تحريم. وقد نسخ هذا الحكم بحديث علي رضي الله تعالى عنه إمام، الذين يزعمون أنه من إمام الشيعة، والشيعة أتباع علي، يعني ماذا يخالفونه، مع أن إمامهم علي رضي الله تعالى عنه ماذا روى حديث أن تحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة. ولكن ماذا الواقع؟ أن الرافضي يعني الرافضة ماذا يخالفون إمامهم علي رضي الله تعالى عنه في قضية المتعة. نعم. ويطعنون في أحاديث الصحيحة في تحريم نكاح المتعة. نعم. نكاح المتعة وجاءت في رواية تدل على إباحته نكاح المتعة، وجاءت الرواية تدل على تحريم، فنقدم تحريم لأنه أحوط. نعم. طبعا هذا إن كان لم يعلم منه التاريخ ناسخ والمنسوخ، أو لا يمكن الجمع، لأن كلامنا في ترجيح. طيب، ترجيح المثبت على النافي، لو جاء رواية تثبت ورواية تنفي، ونقدم المثبت على النافي، مثل حديث بلال يدل على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، لما دخل كعبة فتح مكة دخل معه يعني ابن عمر وعثمان بن مظعون، وإن لم أخطي أيضا بلال. نعم. يقدم على حديث أسامة، رأى أسامة أنه لم يصلي، فهنا بلال ممكن أيضا يدخل هذا من ضمن، لو كان من جهة السند، لأن بلال هو الذي صاحب يباشر ماذا عندنا تذكرتم، أن يكون أحد رويين صاحب وصاحب الواقع، أحسنت، صاحب القصة صاحب الواقع، وبلال هو من أحد الذين دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن جهة المتن يقدم حديث بلال لأنه مثبت، وأما حديث الأسامة نافي، فترجيح المثبت على النافي. نعم. ثم ترجيح النص على الظاهر، هذا واضح، يعني نص هنا بمعنى النص يعني في دلالاتها واضحة، مثل العام ماذا الخاص، يعني الخاص لو قلنا من جهة أنه نص، لأن يعني دلالته
أوضح من دلالة الظاهر العام، يعني مثل تقديم الخاص على العام. والحقيقة على المجاز أكيد، لأن دلالة الحقيقة أقوى من دلالة المجاز. وترجيح المنطوق على المفهوم المخالف. المنطوق قلنا المنطوق وما يستفاد من اللفظ مقدم على ما يستفاد من غير محل اللفظ هو المفهوم. ذكرنا مثال أيضا في مفهوم، وهناك الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا مقدم على مفهوم حديث قلتين، فإنه يؤخذ منه بطريق المفهوم. لو كان حديث قلتين ماذا؟ أن ما نقص عن القلتين يتنجس بملاقة النجاسة وإن لم يتغير، ومنطوق الأول يدل على عدم تنجسه إذا لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. إذن تقديم المنطوق هنا أولى، وترجيح المنطوق لأنه أقوى على المفهوم المخالف. نعم، مثاله ذكرنا يعني الماء طهور لا ينجسه شيء، أما مفهوم المخالف من حديث يعني إذا بلغ الماء قلتين لا يحتمل الخبث، فإن مفهومه إذا كان أقل من قلتين يحتمل الخبث. إذن لو كان لو لم يتغير أيضا إذا كان أقل من قلتين يتنجس، وهذا مفهوم ضعيف، فنقدم المنطوق أن الماء لا ينجسه شيء إذا لم يتغير أحد أوصاف الثلاث. نعم، نقرأ من الكتاب يا إخوة حتى أكثر. في سؤال؟ سؤال أي. لا بس نأخذ سؤال أولا. السؤال يتعلق بهذا الشيء، ترجيح الحقيقة على المجاز، هل هناك مثال يتعلق بهذا الشيء؟ نعم، ترجيح الحقيقة على المجاز، ما جرت أن تأتينا المثال من مثاله يعني الحقيقة على المجاز مثلا في لفظ في صفات الله سبحانه وتعالى، في يد الله فوق أيديهم. أهل السنة والجماعة، ونحن أهل السنة والجماعة نرجح الحقيقة أن هنا يعني على حقيقته، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت لله سبحانه وتعالى يد على معنى المجاز. وهناك من يؤول أن معنى اليد هنا قدرة وسلطة وإرادة الإنعام وغير ذلك، هذا مثال حقيقة على المجاز. نعم، أيضا لو ورد لفظ يحتمل معنى الحقيقة والمجاز مثلا الصلاة، لفظ الصلاة بين الحقيقة اللغوية بمعنى الدعاء، لكن حقيقة شرعية بمعنى عبادة معروفة يعني ذات أقوال أفعال. لو قلنا في آية وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، وصلي عليهم، ماذا نرجح؟ هل هنا صلي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بالصلاة، صلاة يعني الصلاة عبادة معروفة من التكبير والتسليم، أو أن الصلاة هنا بمعنى يعني حقيقة اللغوية أنه بمعنى الدعاء، مثل هذه الأشياء. ترجع إلى مسائل ماذا مرت بكم في الأصول في موضوع هي حقائق الألفاظ، في دلالة الألفاظ لم أخطئ، أو في لا أدري ترتيب الكتاب هنا، غالبا يذكرون يعني الحقيقة العرفية ولغوية وشرعية. نعم، استعماله مثل لو وجدنا لفظ الأسد يعني على سبيل الافتراض مثلا في مثال غير النصوص الشرعية، ولا وجدنا لفظ الأسد، هل نحن يعني نفهم الأسد
على حقيقته أو أنه رجل شجاع. على حقيقته. على حقيقته، هذا هو تقديم الحقيقة على المجاز، ترجيح الحقيقة على المجاز. طبعا إذا دل على إرادة الحقيقة، لكن إذا دل السياق على أن المعنى يراد به المجاز، يعني يمتنئ من حمل الكلام على حقيقته فيصار إلى المجاز. والتأويلات أيضا يدخل في باب التأويل، لأنه حمل الكلام على معنى المرجو. لا، المعنى المرجو هنا بدليل قوي وهو المجاز. نعم، والله أعلم بالصواب. طيب نقرأ من الكتاب حتى لا نهج. سؤال نقرأ أولا ثم نأخذ أسئلة. طيب نعم سيد. طيب السادس، أريد من يقرأ. أنا سأدفع. لم يشارك. شكر الله لك يا دفع، أنت شرفت كثيرا. أنا أستاذ. الذي لم يشارك محمد أنوار. محمد أنوار إفندي موجود؟ غائب. محمد حسن الحي غائب. محمد حارث بوازير غائب أيضا، ما شاء سبحان الله. أين ذهب الإخوة؟ محمد ذكي أمر الله غائب. محمد رازا فوزان، أين محمدون؟ يا سلام، هذه الأمة محمدية، غابوا عن الدراسة. محمد رباط الخيل كانت في سفر أستاذ أثناء الرجوع إلى البيت. من؟ رباط؟ نعم. لا يجوز السفر الآن، أليس لا يجوز الرجوع إلى القرية؟ نعم لا أدري أستاذ. يجوز. تابعه تفتيش. طيب محمد عالم الدين غائب أيضا. الله سأل محمدون. فتحي أبرار ما كان يحضر. فتحي أجهي صح، ما كان يحضر معي. محمد فجري لا إله إلا الله، ماذا بك؟ نصر الله، حتى نصر الله ما يحضر. أقرب واحد أقربكم منا هذا نصر الله لم يحضر. نصر الفلاح حضر يا زين. أحسن، الحمد لله. وضع نصر الله رقم سادسا. أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. فقال المؤلف السادس، ترجيح ما فيه إماء إلى علة على ما ليس كذلك، مثل الحديث من بدل دينه فاقتلوه، البخاري عن ابن عباس. على حديث نهي عن قتل النساء على قتل النساء متفق عليه عن ابن عمر، فإن الأول فيه تنبيه على علة وهي أردة، وثاني مطلق عن التعليل. واضح شباب؟ في سؤال هنا، ترجيح في إماء ذكرنا الدليل الذي فيه إشارة إماء إلى العلة مقدم على ما ليس فيه إشارة. نعم. طيب واصل. ترجيح ما سيق لبيان السابع، ترجيح ما سيق لبيان الحكم على الدال على حكم بلفظه من غير أن يساق لبيانه، مثال ترجيح الحنفية أحاديث النهي عن بيع الملامسة والمنابذة على عموم قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فإن الآية لم تساق لبيان الحكم المبيع بجميع صوره، وإنما سيقت لبيان الفرق بين البيع والربا، وأما الأحاديث فقد سيقت لتحريم تلك البيوع بأعيانها، وإنما نصصت على الحنفية مع موافقة الجمهور لهم، لأن الجمهور يعللون تقديم الأحاديث بكونها خاصة والآية عامة، والخاص عندهم مقدم على العام مطلقا.
نعم هذا كما بينا الفرق بين الجمهور الحنفية في هذه القضية وطريق الترجيح فقط. الجمهور يرون إلى أن يرون أن الأحاديث خاصة بتحريم بعض الصور من البيع، بعض الصور البيع، وأما الآية عامة. والحنفية له نظر آخر أنه يرون إلى يعني سياق الكلام لم يبين ذلك، فوجدنا سياق الأحاديث تدل على مراد الحكم فقدم هذا ما كان سياقه يدل على بيان الحكم على ما لم يدل سياقه على ذلك الحكم. نعم. الثامن. الثامن ترجيح الناقل عن حكم الأصلي على الموافق لحكم الأصلي وهو البراءة الأصلية، وهذا مذهب الجمهور. مثاله ترجيح الأحاديث تحريم الخمر أهلية على الأحاديث التي فيها إباحتها لأن التحريم ناقل عن حكم الأصلي. نعم. وممكن أيضا يذكر هنا في نكاح متعة أيضا يدخل النكاح الأصل أنه مباح، يعني إذا جاء تحريمه فهو ناقل عن حكم الأصل. نعم. بعده ترجيح ما يقتضي الحظر. تاسع ترجيح ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الإباحة لأنه أحوط ولقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويمكن تمثيله بمثال سابق في أحاديث الخمر الأهلية وترجيح المحرم لها على المحرم لها. نعم صحيح. ترجيح المحرم لها على المبيح على المبيح. نعم. وكذلك الأحاديث الدالة على تحريم تحريم المتعة على أحاديث الدالة على الإباحة إن نازع الخصم في النسخ. نعم. هنا يقصد المتعة هو نكاح المتعة، ده بلانا بعض الفقهاء يطلقون المتعة أيضا في التمتع في الحج. انتبه، يعني تحريم المتعة هنا تحريم نكاح زواج المتعة، ليس المتعة هي المتعة في الحج، ما يراد به التمتع. نعم. طيب العاشر ترجيح المثبت على النافي. ترجيح المثبت على النافي لأن مع المثبت زيادة علمية خفية على النافي. خفيت. نعم. على النافي. نعم في المثبت زيادة علم، لأن النافي ما يدل على شيء هو ينفي، لا يثمر ولا شيء، وجاء رواية أو حديث دليل يدل على إثبات، إذن فيه زيادة علم فنقدم المثبت على النافي. هذه صارت قاعدة أصولية، تقديم الإثبات على النفي، تقديم الإثبات على النفي، أو ألا أن الإثبات مقدم على النفي، هذه صارت قاعدة الأصولية. نعم. مثاله ترجيح أحاديث بلال رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة على حديث أسامة رضي الله عنه أنه لم يصلي، وخص ذلك بعض الأصوليين بما إذا لم يذكر نفي سببا واضحا للنفي فإن ذكر سببا لجزمه بالنفي غير عدم العلم فلا يعد حديث مثبت مقدما بل هما سواء، وإن استند إلى عدم العلم فحسب قدم حديث مثبت. نعم. قد يقدم النفي أو أنه على السواء إذا كان ذكر معه السبب واضح في نفيه، وقد يكون دليل النفي متأخر، مثلا لو ذكر السبب أنه نهى كذا أو نفي أنه لا يصلي بسبب كذا، ذكر وجود السبب مما يقوي كلامه، قد يقدم على رواية المثبتة. نعم. على ما على المثبت، لكنه في حالة يعني قليلة جدا، وهو في ذكر سبب الواضح للنفي. نعم. وإن لم يكن فالإثبات الأصل أن الإثبات هو مقدم على النفي. نعم. ترجيح النص.
tarjihu nasi ala zahir wal haqiqati ala al majaz. Misaluhu tarjihul jumhur al khas ala al am li kaunihi am zahiran wal khas nasan wa amsiratuhu ma'rufah. Nah, ini ma'rufah fi bab hunak yani zakarna umum al khusus. Nah. Tarjih al akhir. Tarjihul mantuki ala mafhumi al mukhalif. Misal tarjihul mantuk hadis al ma'u tahurun la yunajjis la yunajjisu syai'un. Ala mafhumi hadis al kullataini fa innahu yu'khadhu minhu bi tariqi maful mukhalafa anna ma naqasa an kullataini yatanajjas bi mulaqati an najasa wa in lam yataghayyar. Wa mantukul awwal yadulu ala adami tanajusihi idza lam yataghayyar launuhu aw ta'muhu aw rihuhu. Naam. Tayib, hada hunaka su'al. Man indahu su'al qabla qalil? Ana ustaz. Eh, tafadhal. Idza ishtahara al-majaz wa kathara istimaluhu yastad hal mazalat al-haqiqah huna tuqaddam ala al-majaz. إيه هذا الذي تكلمنا ذنو إذا اشتهر وصارت المجاز صار المجاز استعمال المجاز كالحقيقة فإنه قد يقوم مقام الحقيقة يقوم مقام الحقيقة تكلمنا في أي نقطة هذه إذا اشتهر تكلمنا صح سابقا زد متى في أي موضوع نسيت يعني أسباب الإجمال صحيح أسباب الإجمال صحيح نعم المجاز لو صار هذا المجاز يعني الحقيقة استعماله الآن مثال ما ذكر مثال هناك ما نذكر المثال مجاز صار استعماله يعني حقيقة لو أطلق يعني لا ينصرف إلا إليه النكاة صلاة النكاح العقد صحيح سن. الأصل هو معناه الوطع ومعنى العقد هو معنى المجازي الآن لو ذكر النكاح عندنا سأحضر في وليمة النكاح مثلا طبعا هو نكاح وليمة النكاح أو متى أنا سأنكح فلانة يقصد يفهم أنه سيتزوج سيعقد عليها ولا يمكن أن يفهم أنه سيطأها يعني هذا كلام غير معقول وغير مقبول نعم يكون إذا استعمل كثر استعمال المجاز يعني يكون المجاز في مقام الحقيقة بكثر استعماله فصار هو يعني حقيقة عرفية هكذا حقيقة عرفية والله أعلم نعم في سؤال آخر مثل لفظ العين لفظ ماذا مثل لفظ العين كذلك هنا العين هو لفظ المجمل لفظ المجمل لأنه يدور بين المعاني ولم نعرف ما المراد منه لكن ظاهره لو أطلق لفظ العين أنه لا ينصرف إلا يفهم أنه يعني يقولنا أنه من لفظ المشترك صحيح مشترك ألفاظ مشتركة العين وبين الجاسوس وعين الجارحة وعين المنبع الماء وأطلق لفظ العين إن العرب طبعا العين ليس معنى العين عندنا يعني لو أطلق هكذا فإنه يعني ألفاظ مشتركة لم يتعين منه ما المراد نعم لكن لو صار أنه استعمال العين أكثر في أعضاء الجسم وهو عين البصر فينصرف إلى هذا المعنى لكن استعمال معناه ليس مجازي لو قلنا العين بمعنى المرض بمعنى الجسود ليس هو معنى المجاز لماذا؟ لأن هذه من ألفاظ مشتركة نعم واضح أو لا الفرق بين كون الأسد يحتمل أن يكون شجاع
هذا مجاز استعماله الأسد في رجل سلم مجاز لأن يعني أصل لفظ الأسد يعني ما يتضمن معنى هذا المعنى لكنه معنى المجازي بخلاف لفظ الألفاظ المشتركة يعني ثابت يعني حتى في اللغة أن العين أيضا يطلق على كذا معنى الجاسوس معنى كذا نعم والله تعالى أعلم راجع مسألة يعني ألفاظ مشتركة من باب الإجمال نعم طيب يا إخوة أشكركم نكتفي بهذا القدر وفي اللقاء القادم سنأخذ النوع الأخير من ترجيح بين الأدلة وهو ترجيح لأمر خارجي أرجوكم أن تقرأوا هذا الموضوع وله الأخ داف له تقديم أرض الدرس نعم يقدم قدر بإذن الله تعالى ومن معك يا دافة أنت وحدك نعم وأنا سأل معنا موضوع بعده سأل طيب إذن نأخذ بعد طيب إذا انتهينا من ترجيح لأمر الخارجي نعم نأخذ موضوع بعده وهو الترجيح بين محامل اللفظ صحيح بين محامل نعم صح نعم صح سأخبركم متى سيأتي دوركم إن شاء الله نعم محمد عليم سر يعتذر أن شبكة عنده قبيحة لذلك ليس الدخول شبكة قبيحة طيب محمد عليم ضعيفة أي محمد عليم أي لا بس خير بارك الله فيكم الله خيرا ماذا في شيء لا سد أنا نبان سد تأخرت في دهو سد مدرة سد تدركم جميعا نصر الله سد نصر الله هاي نصر الله عليكم سد جيت قبل نهاية الدرس لا سد أنيفان قال أنيفان إذا أنيفان دخلت هذا سد لما قرأ أخنس الفلاح سد إيه إذا هذا مضى نصف سامحني أغيبك طيب إيه نعم سد مضى من أكثر من 20 يعتبر نعم احرص على الحضور مبكر إصرار الجميع نعم طيب بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته